عرضت إيران ذروة قدرات عائلة صواريخ فاتح في أول رد فعل لها على اغتيال الحاج قاسم. إن آغازيس بر پایان امریکا یا پایان حضور امریکا یا در منطقه در کشورهای اسلامی. It's like the sun rising instantaneous. That's how bright it was. The only thing I can actually come up with is that the hand of God protected us because really nobody should have lived through this. سميت هذه العملية باسم الشهيد سليماني، واستطاعت خلالها صواريخ فاتح التي وضع طهراني مقدم الحجر الأساس لها، استطاعت اختراق نظام الدفاع الجوي الأكثر تقدماً في العالم أي باتريوت، ودمرت قاعدة الغزاة الأمريكيين في عين الأسد بدقة عالية. بعدها كشفت صور الأقمار الاصطناعية إصابة جميع الصواريخ للمباني المحددة سلفاً وبدقة عالية. Headaches every day. Horrible tinnitus or ringing in the ears. PTSD. You know, I'll be willing to admit that. I still have nightmares. العملية الناجحة الأخرى كانت تدمير مركز تجسس الموساد في أربيل في 13 من آذار مارس 2022. بالرغم من عدم كشف المصادر الرسمية عن نوع الصواريخ التي استخدمت في هذه العملية، لكن الخبراء العسكريين حول العالم أكدوا بثقة استخدام صواريخ من جيل فاتح في هذه العملية بناء على الدقة والقوة التي أظهرتها هذه الصواريخ.